صباح النور مشاهدينا، حلقة جديدة تجمعنا سويا اليوم الثلاثاء 19 مايو 2020. وصباح النور لأطيب وأحلى أمين. صباح النور ليك يا أحلى توني. الحمد لله عايشك إن شاء الله، أيضا أنت تكون بخير وكل مشاهدينا. أيضا فقراتنا لليوم متنوعة، والبداية مع كيفية تعزيز صحة أطفالنا خاصة في هذا الزمن، زمن كورونا. صحيح، ودائما مع الأطفال. أرضعت 20 طفلا بعد مقتل أمهاتهم في تفجير الإرهابي في أفغانستان. وزيارة مدينة مكة المكرمة أصبحت متاحة للجميع. حلو، أبواب العيد. نعم. وطبعا سنكون مع أجواء موسيقية مميزة مع عازف العود يزن جومر والجاهز مع أنامله منذ الصباح الباكر. صباح النور يزن. صباح الطوني، صباح الخير أمين، صباح الخير لكل المشاهدين. بدايات فيروزية، ثم سنسافر إلى ألحان عبد الوهاب ومسك الختام مع مياد الحناوي. جميل، أنا بعشقك. أنا أما أشهى الأطباق فمع الشيف فؤاد اليوم. وماذا لدينا شيف؟ من أي مطبخ ستطبخ؟ صباح النور توني، صباح النور أمين، وصباح النور للمشاهدين. اليوم مطبخنا فلسطيني بامتياز، رح حضر أطباق كتير مميزة وسهلة وسريعة. رح نحضر البصارة بمكوناتها الطبيعية وبسيطة، وبنفس الوقت حتكون فعلا لذيذة. أما مقلوبة الدجاج مع البتنجان رح أقدمها بطريقة كتير مبسطة وبنفس الوقت سريعة. أما الفتة رح نحضر فتة العدس المجروش مع الخبز المحمص، رح تتكون من المكونات اللي أنا هشتغلها البسيطة، وبنفس الوقت مثل ما دائما بذكر إنه تكون سريعة. وختامة رح يكون معنا بالحلويات، رح أحضر النمورة على الطريقة الفلسطينية وبمكوناتها، وخاصة إضافة عليها جوز الهند المبروش لحتى بالفعل تعطيها نكهة لذيذة. تروني خلال الحلقة لحتى شو كيف حنقدم هاي الأطباق كلها. جميل، شكرا لك يا شيف. والله يستروا إذا بنتو الكرم هبة شحادة كانت عم تحضره وما رضيها بزوقها بالأكل الفلسطيني. لازم يبعث لها بعد الحلقة شيف. شكرا لك شيف. إذا مواقع التواصل الاجتماعي طبعا كالعادة تعج بالأخبار العديدة. اليوم اخترنا البعض اللي تو نشاركوها معكم اكيد مشاهدين. بطيخ كتير، بطيخ شو من ريحه بطيخ. فعالية للتضامن مع الإنسانية في مواجهة جائحة كورونا، التفاصيل في هذا التقرير من فلسطين. خارج لنقول له بأن غزة وفلسطين تمتلك من المشاعر الإنسانية ما يكفي للوقوف بجانبكم ودعمكم في ظل هذه الجائحة. أجينا هنا لنقول للعالم أجمع من قلب فلسطين وبالذات من قطاع غزة بأننا مع الإنسانية أينما كانت وأينما وجدت في ظل جائحة كورونا، بأننا في ظل احتلال إسرائيل هنا يوجد فلسطين آخر احتلالات العالم التي احتلها الاحتلال الإسرائيلي، وهنا في الذكرى 72 لهذا الاحتلال نقول للعالم أجمع بأن لا زالت فلسطين تعاني من فيروس الاحتلال، لا زالت فلسطين تعاني من فيروس الاستيطان. بكل تأكيد إنه هدف هذه الفعالية أن نؤكد دوما بأن فلسطين هي دائما حاضرة في كل المحافل وفي كل الاستحقاقات. من هذا المنطلق نوجه رسالة من قطاع غزة، رسالة مفادها بأننا نتضامن مع الإنسانية ونتضامن مع الإنسان أينما كان بغض النظر عن أي عرق أو أي لون أو أي جنس أو أي دين وما إلى ذلك من الأمور، وبالتضامن يمكن لنا أن ننقذ العالم، وأن العنصرية وأن أصوات العزلة وما إلى ذلك من الأمور هي لن تستطيع حل إشكاليات العالم ولن تستطيع حل إشكاليات أو إيجاد حلول خلاقة لفيروس كورونا. الحمد لله أنه فلسطين لم يكن فيها تفش مجتمعي لكورونا على الأقل، يعني صحيح تتنفس بها الإطار. صحيح، حتى شفنا أنه فما أيام كان تسجيل صفر حالات في فلسطين أيضا، معناها ولي حاجة تفرح. إن شاء الله على الأقل نستمر، وإن شاء الله إن شاء الله ديما يكون موجود الصفر في الأيام القادمة إن شاء الله. إن شاء الله. أيها الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ما انضميت لمجموعة النمل بكل تواضع لما انضم، بس انت نشيط مثل النمل. النمل معروف بنشاطه وانشط من النمل،
خصوصا بالبحث عن أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي. واليوم عندنا فقرة مميزة معك إن شاء الله. مجموعة النمل اكتشفت أنا لأن ضجت بأخبار وكالات الأنباء. يعني موقع NBC الأمريكي امبارح أشار إلى أنه مجموعة النمل على فيسبوك هيل ذا كوين وصل عدد متابعي لنحو 2 مليون متابع. All Hail the Queen. عم نشوف هالصور هالبوستات من المتابعين على موقع مجموعة النمل على الفيسبوك. الفكرة وراء أنه الناس عم تدعي بأنها بتشبه النمل، وإذا بدك عم تستخدم صورة النمل تتعبر عن مشاعرها، وهذا حسب NBC لكسر الملل في فترة الحجر المنزلي ونوع من الشفاء، لأن دايما نعرف التنفيس عن التوتر والتعبير عن المشاعر ولو من خلال الملل بيشفينا. يعني هون عم نشوف مثلا أزول بيلي استخدم صورة نملة أو نملتين تيقول إنه هو بحالة حب. هل ممكن ننصحه بأي شيء؟ قبل كمان بركي منروح على الصورة اللي قبلها. الصورة اللي قبلها من ميراندا جوستسن كمان استخدمت صورة نملة بمرطبين تقول إن مخطوفة. هل المساعدة أنا مخطوفة بقلب محتجزة بقلب مرتبين؟ شو رأيك بهالمجموعة؟ حلوة فكرة المجموعة، خاصة أنتونيو أنه هالفترة الأخيرة تحدثنا قبل وقلنا أنه فكرة إنشاء المجموعات على فيسبوك هي من أكثر الحاجات اللي صارت في سنة 2020، خاصة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنها فيسبوك تحديدا. فكرة هالمجموعات هذه لأنه الناس تبعد نوعا ما عن الأخبار، خاصة أنه كنت نشوف أنه مؤخرا نشوفوا أخبار العنوان فقط أنه يفجع، ما يخليكش حتى تفتح الخبر ويحسك بسلبية كبيرة. فلجوء الناس بشكل كبير إلى مجموعات فقط يكونوا هما فيها ويرفوا فيها عن أنفسهم. فمجموعة كما هذه أنه يعني كنت حدثوا على 2 مليون شخص فقط في مجموعة والكلهم يشاركوا صور بنفس الطريقة، يعني هذا يبين قديش أنه الناس تحاول أنه تخرج من حالة الملل اللي عايشها في أول وحدة. مثلا لايك فانوس جاريسون I'm feeling lonely، هي حاسة بوحدة وعبرت عن هالشي بنملة بصورة نملة. أول حاجة مشاركة مشاعرك مع الناس الأخرى، الخروج من الوحدة كيف هي، والحاجة الأخرى والأهم هو الابتعاد نوعا ما عن الأخبار اللي هي وراء بعضها ونسمعها بشكل كبير. الابتعاد عن السلبية. صحيح. ولما لا نسأل المشاهدين الآن كيف يقضون أوقاتهم في الحجر المنزلي؟ نتمنى أن تكون أوقات إيجابية مثل ما ذكر أمين. أرسلوا لنا فيديوهاتكم عبر رقم الواتساب أو عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. أما الآن إلى الزميلة وعد مع الخبر. شكرا أمين وطوني، صباح النور وأهلا بكم إلى موجز لأهم الأخبار. أودى فيروس كورونا المستجد بحياة 316 ألف شخص في العالم، فيما سجلت رسميا أكثر من 4,800,000 إصابة في 196 بلدا ومنطقة، وفق تعداد أعدته وكالة فرانس بريس استنادا إلى مصادر رسمية. أمريكيا سجلت الولايات المتحدة 760 وفاة في أدنى حصيلة يومية منذ أسابيع. وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتناول منذ حوالي 10 أيام على سبيل الوقاية عقار هيدروكسيكلوروكين المضاد للملاريا، والذي انقسم المجتمع الطبي حول مدى نجاعته في مكافحة فيروس كورونا. من جهة أخرى، شن ترامب هجوما عنيفا على منظمة الصحة العالمية واصفا إياها بأنه دمي في يد الصين، ومؤكدا أنه سيمنحها مهلة 30 يوما يقرر بعدها الاستمرار بتمويلها أو وقفه. أوروبيا اقترحت باريس وبرلين خطة نهوض بقيمة 500 مليار يورو للتصدي للأثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي الوباء الذي أغرق القارة في ركود تاريخي. في موسكو أعلن رئيس الوزراء الروسي أن بلاده الثانية في العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس نجحت في وقف تمدد الوباء، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن الوضع معقد. أما في تركيا فقد أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان حظر التجوال في سائر أنحاء البلاد طوال أيام عيد الفطر، وذلك في إطار تدابير احتواء الفيروس. عربيا أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا.
وللاطلاع أكثر على تطورات كورونا في ليبيا ينضم إلينا مراسلنا خليل كلاعي الموجود حاليا في العاصمة التونسية. أهلا وسهلا بك. يعني ليبيا شكلت استثناء بين جيرانها من ناحية انتشار الوباء خاصة إيطاليا، فما هي العوامل التي ساهمت بذلك؟ نعم، صباح الخير. ربما المركز الوطني لمكافحة الأمراض ربما لا يستطيع استطلاع حقيقة الوضع الوبائي في ليبيا بشكل دقيق، وذلك مفهوم بالنظر إلى الواقع الليبي الذي يتسم بانقسام المؤسسات وبضعف الإدارة المركزية وكذلك بضعف الإدارات المحلية، وبذلك تكون جهود المركز الوطني لمكافحة الأمراض في التقصي في تقصي حالات الإصابة بفيروس كورونا وكذلك في مكافحة انتشار الوباء في مكافحة انتشار السلاسل الوبائية يكون ربما نشاطه محدودا وقاصرا عن استطلاع حقيقة الوضع الوبائي في ليبيا بدقة. لنلخص الوضع الوبائي الآن في ليبيا فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا المستجد. إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في ليبيا منذ ظهور هذا الفيروس أو المرأة بلغ 65 إصابة جمليا، عدد الحالات النشطة الآن هي 27 إصابة بعد أن تعافت 35 حالة من الوباء وسجلت 3 وفيات. من المتعارف عليها أنه في ليبيا هناك انقسام مؤسساتي، هناك حكومة غرب البلاد هي حكومة الوفاق الوطني، وهناك حكومة شرقية البلاد هي الحكومة الليبية المؤقتة. كلا الحكومتين اتخذتا إجراءات منذ بداية الأزمة لمكافحة انتشار الفيروس، من بينها إغلاق المنافذ البرية والبحرية والجوية وفرض حظر التجوال في مناطق نفوذ الحكومتين. لكن من الواضح أن هذه الإجراءات خاصة فرض حظر التجوال وتقييده بساعات معينة لم يلقى الاحترام ربما المنشود والاحترام الأمثل، والصور في الشارع تبين أن الالتزام بالحجر الصحي العام والالتزام بفرض حظر التجوال والالتزام بغلق المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم وأماكن التجمع لم يلقى احتراما كبيرا من المواطنين في مناطق نفوذ كلتا الحكومتين. ولهذا السبب تحديدا فأن بعض الخبراء يرجحون أنه ربما تكون هناك بعض البؤر الوبائية الصغيرة، ربما تكون هناك عدد من الحالات الغير الموجودة في ليبيا ولكن الغير مكتشفة إلى حد الآن. طيب، يعني بين الحرب الدائرة في ليبيا ووباء كورونا، أي أثار اقتصادية يتركها كورونا تحديدا على ليبيا اللي بتعاني أصلا من أزمات عدة؟ نعم، ربما جاء فيروس كورونا ليزيد الطين بلة في ليبيا حاليا، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تفاقمت منذ شهرين أو 3، خاصة بعد توقف إنتاج النفط وتصديره بشكل كامل. من المعروف أن ليبيا دولة ريعية، 80-90% من ميزانية ليبيا تعتمد بشكل أساسي على صادراتها النفطية. مع توقف هذه الصادرات فإن ليبيا تعاني منذ شهرين أو 3 من بوادر أزمة اقتصادية حادة. الآن مع انتشار فيروس كورونا وفرض حظر التجوال وإجراءات الحجر الصحي العام أيضا، فإن هناك أزمة مضاعفة تلوح في الأفق، خاصة بعد إقفال المحال التجارية، إقفال المقاهي، إقفال العديد من المحال والأنشطة وإجبار أصحابي على التوقف والقيام بحملات مراقبة خاصة التي يقوم بها الحرس البلدي في المناطق التي ربما تكون فيها سلطة الحكومة وسلطة الدولة حاضرة بشكل أوضح. الحرس البلدي في مناطق نفوذ إما حكومة الوفاق الوطني أو الحكومة الليبية المؤقتة قام بعديد المحلات لمعاينة خروقات الحجر الصحي العام، ولكذلك إغلاق المحلات وإغلاق الأنشطة وإيقافها بالقوة حتى التي لم يلتزم أصحابها بإجراءات الحجر الصحي العام. لكن مؤخرا بدأت تتصاعد هناك أصوات، بدأت تعلو أصوات تطالب بالتخفيف من هذه القيود، بالتخفيف من هذه الإجراءات، لأنه بعض أصحاب الأعمال الخاصة، بعض أصحاب المقاهي الصغيرة، المطاعم الصغيرة، بعض التجار، بعض الحرفيين تضرروا بشكل بالغ من هذه الإجراءات،
وهم يطالبون بأن يقع السماح لهم باستئناف أنشطتهم حتى ربما يتمكنوا من تلافي خسائر بشكل أكبر. هناك أيضا مسألة المهاجرين غير النظاميين من الشواطئ الليبية إلى أوروبا، ما هي أوضاعهم في هذه الظروف وكيف يتم التعاطي معهم؟ نعم، بعد هذا إشكال إضافي، المهاجرون غير المهاجرون غير النظاميون يشكلون معضلة لوحدها في ليبيا من قبل حتى أزمة الكورونا. المسؤولون الليبيون يقولون أن ليبيا لا تتحمل مسؤولية في وضع هؤلاء، بوصف ليبيا دولة عبور وليست دولة مقصد بالنسبة لهؤلاء المهاجرين غير النظاميين. الأوضاع في مراكز الإيواء بالنسبة لهؤلاء ليست مثلى بطبيعة الحال، وهي أوضاع ازدادت سوءا خاصة بعد الحرب الأخيرة التي بدأت منذ الرابع من إبريل نيسان من العام الماضي تحديدا. السلطات الليبية بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية وبالتعاون مع منظمات الإغاثة الإنسانية قامت بحملات تعقيم وحملات توزيع للكمامات ولأدوات التعقيم في عدد من مراكز الاحتجاج. لكن أعود للنقطة الرئيسية التي تحدثت عنها، وهو ضعف الدولة المركزية والانقسام المؤسساتي. هذا ربما يضعف من كل مجهود ويضعف من كل خطوة أو مشروع أو مجهود يتم بذله للحيلولة دون تفشي الوباء في مثل هذه المراكز. إلى حد الآن لم يعلن بشكل رسمي عن وجود حالات وبائية أو بؤر وبائية في مثل هذه المراكز، لكن الحيطة والحذر والمراقبة الدائمة والوقاية تظل واجبة للحيلولة دون ظهور حالات في مثل هذه المراكز. شكرا لك مراسل التلفزيون العربية في ليبيا خليل كلاعي. ونتابع في الموجز ونبقى أيضا في الشأن الليبي، حيث أعلنت حكومة الوفاق الوطني سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية الواقعة جنوب غرب طرابلس بعدما كانت خاضعة لسيطرة القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر. وقال رئيس حكومة الوفاق فائز سراش في بيان: نعلن بكل فخر واعتزاز تحرير قاعدة الوطية العسكرية من قبضة الميليشيات والمرتزقة لتنضم إلى المدن المحررة في الساحل الغربي. سقط صاروخ ليلة الاثنين الثلاثاء في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد بحسب ما أفادت مصادر أمنية لوكالة فرانس بريس. وهذا الهجوم الجديد ضد المصالح الأمريكية هو 28 من نوعه خلال 7 أشهر. قالت وزارة العدل الأمريكية إن مكتب التحقيقات الاتحادي وجد دليلا يربط تنظيم القاعدة بمتدرب من سلاح الجو السعودي قتل 3 بحارة أمريكيين في هجوم أواخر العام الماضي في قاعدة بحرية أمريكية بولاية فلوريدا، وذلك بعد اختراق هاتفه الجوال. وقتل أفراد من الشرطة مطلق النار الملازم ثاني محمد سعيد الشمراني خلال الهجوم الذي وقع يوم 6 ديسمبر كانون الثاني 2019. ننتقل الآن إلى جولة على أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم. بداية الجولة مع جريدة القدس العربي وفي عنوانها الرئيس: حكومة الوفاق الليبية تعلن سيطرتها على قاعدة الوطية آخر تمركز عسكري مهم يملكه خليفة حفتر غرب البلاد، وتدمير 3 منظومة دفاع جوي روسية كانت في طريقها لدعمه. وننتقل إلى جريدة السياسة الكويتية وفي عناوينها: الحكومة تؤيد مبدئيا إحلال العمالة الوطنية أو التكويت في قطاع النفط المصدر الرئيس للدخل في البلاد، لكنها تريد وقف فوضى الرواتب والبدلات ومخاض عسير ينتظر التطبيق. إلى سلطنة عمان، حيث كتبت عمان اليوم في المنشات عن قرار حظر تجمعات في عيد الفطر المبارك وتلزيم الجميع بالكمامات لتفادي نشر الفيروس، كما ستتم إعادة فتح حزمة جديدة من الأنشطة التجارية والصناعية مع ضوابط وقائية. جريدة الصباح العراقية خصصت عنوانها الرئيس لمقال رئيس الحكومة الجديد مصطفى القادمي خاص به الجريدة، وكشف فيه عن ما يدور وراء الكواليس من مناورات لتعطيل استكمال الكابينة، وحدد مهام حكومته بعدة نقاط أبرزها تأمين كل ما يلزم لإجراء انتخابات برلمانية في أقرب وقت ممكن.
إلى جريدة الجمهورية اللبنانية، وفي عناوينها: الحكومة اللبنانية تنتظر الموقف الذي سيتخذه صندوق النقد الدولي، ومصادر معنية بالمفاوضات تفيد بأن البداية متعثرة وليست مشجعة بسبب الإشكالات بين أطراف الفريق اللبناني وعدم ثقة العالم بالتزامات الحكومة. الختام كالمعتاد مع العربي الجديد، وفي رئيسيتها: تناولت سيطرة قوات حكومة الوفاق الليبية أمس على قاعدة الوطية الجوية ملحقة أكبر خسارة بحفتر غرب البلاد، وفايز السراج يتعهد بنصر كبير. صورة الغلاف خصصتها لحملة الانتقام الإسرائيلية على مقتل جندي في بلدة يعبد الفلسطينية، حيث يقوم الاحتلال بعملية عسكرية عنيفة ضد أبناء البلدة منذ أسبوع يتخللها اعتقال نحو 50 شخصا، إضافة إلى تنكيل بالمدنيين ليصبحوا ضحية لسياسة عقاب جماعي. كاريكاتير العربي الجديد بعنوان: مثقف بشار والسيسي، وهو بريشة الفنان عماد حجاج. إلى هنا نصل إلى ختام الوقفة الإخبارية الأولى، ملتقانا كالمعتاد على رأس الساعة. شكرا للمتابعة. من هيك بدنا نجيب سيرة الأطفال ونهتم فيهم بفقرتنا التالية. صحيح. طبعا بعد أزمة كورونا والتزام الأسر الكل منزلهم بيتها، من الضروري للأم تعزيز صحة أطفالها عن طريق اختيار المأكولات الصحية التي تزيد من مناعتهم وتحسن صحتهم، لا سيما بعد أن أصبحت خيارات طلب الأكل من المطاعم غير متاحة في ظل حظر التجول الإجباري في الكثير من بلدان العالم. صحيح أمين، كيف تستغل الأم هذه الفرصة لتحسن نوعية الطعام المقدم لأطفالها؟ وما هي المكونات الغذائية التي يجب أن تعتمدها الأم؟ عن هذه الأسئلة وأكثر تجيبنا اختصاصية التغذية ريم العبدلات. ريم صباح النور، يعني كيف يمكن الخير. يا هلا فيك. كيف يمكن أن تعزز الأم حب أطفالها لأكلها بعدما كانوا اعتادوا على أكل الخارج، من البيتزا إلى البرجر إلى أجنحة الدجاج؟ كيف بالحجر المنزلي ستعزز حبهم لهذا الأكل الصحي؟ أول شيء صباح الخير عليك وعلى كل الناس اللي عم بتشوفنا، وكل عام وأنتم بخير بمناسبة رمضان. زي ما قلت بخير. يمكن هاي يعني إحنا اللي فيه والمرض كوفيد 19 الناس شايفيته من ناحية سلبية، لكن إحنا يمكن من ناحية غذائية شايفينه كتير إشي إيجابي، لأنه صفى الأهل كلياتهم عم بيحضروا الأكل تبعهم بالبيت، وخصوصا الأهل اللي عندهم أطفال صغار بالبيت واللي يمكن دائما متعودين على إنه الأكل ينجاب من برا أو إنهم اللي بدهم إياه هو متاح وبنقدر نجيب لهم إياه. هاي المشكلة إحنا طبعاً بنعاني منها كتير، وبنشوف كتير أطفال عندهم مشاكل في إنهم ما بيأكلوا الغذاء الصحي. ممكن الأم تستغل هاي الفترة استغلال رائع جداً، بإنه أول شيء ممكن ندخل الطفل معنا على المطبخ يخليه يحضر الأكل اللي هو بده إياه، ممكن هو حتى يشترك بشو الأكل اللي بحب يأكله خلال هذا الأسبوع. يمكن أقول لك من خبرتي البسيطة بحصص الطبخ اللي بعملها للأولاد الصغار، في بعض الأحيان مندخل بعض المواد اللي هي اصلا مش كتير يعني محببه لعند الصغار، لكن لما يبلشوا يطبخوا معانا ويحسوا بالمسؤوليه بانه هو اشترك بعمل هذا الغذاء كتير بصير عنده الحماس بانه بس يخلص هذا الاكل يرجع يتذوق منه. فهي هي احدى السبل اللي يعني ممكن تكون رائع جدا، من انه الام تدخل الطفل معها على المطبخ وتشركه بتحضير الطعام. نعم. برضو زي ما قلت لك ممكن يكون هو ايضا يعني نساله شو بتحب تاكل مثلا هذا الاسبوع، المحلات اللي لازم هو يفهم برضو انه المحلات اللي برا كلياتها مسكره، يعني الشيء المتاح لك اللي هو اللي احنا بنقدر نصنعه في البيت بس، شو بتحب تاكل؟ ممكن هو ايضا يشترك معنا خلال الاسبوع بتحضير قائمه الطعام خلال هذا الاسبوع. ممكن ايضا نعمل مبدا اللي
هي الجوائز للطفل إذا في حال مثلا أكل هذا الأكل الصحي. مثلا نقول له إذا أكلت من هذا الأكل اللي مثلا حضرته ماما اليوم أو حضرناه نحن مع بعض اليوم رح نخليك تعمل الشغلة اللي أنت أصلا بتحبها. هون بحس الطفل بأنه الأكل هذا عم بيعطيه إشي وحافز هو بحبه، فبالتالي رح يتشجع كتير لأنه يرجع يأكل منه ويضل أنه يأخذ هذا الأكل الصحي لإله بكميات منيحة ومعتدلة بالنسبة لهدول الأطفال. طيب ريم، ممكن مثلا نستعيد عن أكل الدليفري أو الجنك فود، الأكل يلي بحبوه الأطفال، بأنه نطبخهم بالبيت بطريقة صحية؟ مثلا أنه نقدم له أجنحة الدجاج إنما بطريقة صحية. صح. البعض بغش بيقدم بطاطا مقلية، يعني بقصة بشكل بطاطا مقلية إنما بيشويها، هيك منكون غنيناه بالشكل إنما أعطيناه طعام صحي. بالضبط. هلا هو كمان طريقة تحضير الطعام مع الطفل بدها تكون نوعا ما جذابة له، فممكن مثلا احنا اذا هو عندنا مثلا خبز توست نقطعه بطريقة جذابة للطفل، نخلي الطبق قدامه فيه الوان لانه دائما الالوان تجذب الطفل لانه هو يختارها وياكلها، ودائما نخلي الاكل الصحي هو الخيار السهل والموجود قدامهم، يعني ما نخلي الاشياء اللي هي مثلا غير صحية مثلا الاشياء الزاكية او الكانديز متوفرة كثير في البيت حتى يحس الطفل انه هو سهل يتناول منها او سهل انه ياخذها. زي ما قلت انت بعض المطاعم او يعني خلينا نقول يمكن اغلبهم طريقه تحضير الطعام لانه بتكون مش زي لما نحضرها في البيت، يعني مثلا البطاطا مقليه في كميات زيت عاليه جدا، حاليا صار في عندنا القلايات الكهرباء، فممكن الطفل يتناول البطاطا اللي هو اصلا بحبها لكن بطريقه صحيه. ممكن نعمل معها هو الاطفال بحبوا البانكيك بحبوا الكب كيك، كل هاي الأشياء يمكن تحضيرها في البيت بطريقة صحية. حتى الكانديز اللي هم الأطفال كتير بحبوها كمان ممكن نحضرها مع بعض نحن والطفل من العصائر الطبيعية بطريقة كتير صحية ويأكلها الطفل بالبيت. ممكن مرة على مرة بصير الطفل يستسيغ طعمة الأشياء الصحية أكتر، وفي دراسة حتى انعملت في عام 1990 بتقول لك الطفل بيحتاج من 8 إلى 15 مرة يتذوق الطعام حتى أنه يتقبله. للأسف منلاقي بعض الأهل من أول مرة الطفل مثلا ذوق ناشي معين، من أول مرة تفه أو ما حبه أو مثلا صار يبكي خلص بقول لك الأهل هو ما بحب هذا الأكل، ويعني خلص يعني بيعجزوا عن أنهم يرجع يحاولوا مرة ومرتين وثلاثة. لكن الدراسات بتقول لك بدك تحاول من 8 إلى 15 مرة على الطفل لحتى يحب الأكل، فلازم نكون شوية صبورين معهم، لازم يعني نتحمل يعني الصبر هذا اللي إن شاء الله بالآخر رح يجيب نتيجة. ممكن برضو إحنا عم نحضر الطعام معهم أو خلال اليوم نجيب لهم أمثلة، دائما الطفل مثله الأعلى أكبر ناس موجود في البيت سواء أمه أو أبوها أو حتى أخوه الكبير، فمش من المنطق بأنه إحنا نحكي للطفل ما بصير مثلا تشرب عصائر أو تشرب بيبسي ويشوفنا نحن عم نشرب هاي الأشياء، ساعتها حيقولك طب إذا أنت عم تشرب ليش أنا بدي أمتنع عن هذا الموضوع. طيب بالتالي لازم نخلي له مثل أعلى. نعم، بالنسبة للخضروات والفواكه نحن نعرف ريم أن الأطفال يعني يفضلون النشويات والسكريات والحلويات على الخضروات والفواكه وكل ما هو بروتين أو حبوب حتى، كيف نرغبهم أو نحفزهم لتناول هذه المكونات الغذائية أو هذه العناصر الغذائية المفيدة لصحتهم؟ شوف هو يعني من أكثر السبل اللي يعني بتمشي مع الأطفال اللي هو تقطيع الخضار والفواكه للطفل بطريقة جذابة لهم، هاي أول شيء. ثاني شيء نخلي الخضار والفواكه دائما موجودة على المائدة أمام الطفل، لما دائما بيشوف هذا الإشي قدامه مرة على مرة رح يصير يتعود عليه ورح يصير يحب إنه هو يأخذ ويدوق. لما زي ما قلت لك لما يشوف الأم أو الأب دائما عم بيأكلوا من هاي الأشياء ممكن أيضا إنه هو يتشجع وإنه يأخذ. ممكن طريقة الطبخ حتى ممكن ندخلها مثلا نعمل له البيض بطريقة على شكل مثلا كب كيك ويكون فيها خضار، حتى لو الخضار هو ما بيحبها لكن لما بتنطبخ بصير طعمتها بطريقة تانية بيتشجع انه هو ياكلها. فالأم بدها دائما تحاول قد ما تقدر يعني ما تيأس ابدا مع الطفل وتحاول بكل يعني بكل السبل بان هي تقنعه بانه هذا الاكل هو الاكل الصحي وهو الاكل الزاكي. نعم. وزي ما قلت لك مرة على مرة الطفل بيتعود. وهل هذه الطريقة أسهل بالنسبة لعمر معين مقارنة مع عمر آخر؟ يعني أيضا المتطلبات الغذائية هل تختلف من عمر طفل
لآخر؟ وما العمر الأسهل التعامل معه في الحجر الصحي غذائيا؟ هلا شوف، هو الغذاء طبعا بيختلف حسب الاعمار، من عمر صفر لعمر ست شهور او حتى اربع شهور. الطفل اصلا يعني ما بياكل، هو بس بياخذ من حليب الام او الحليب الصناعي. صحيح. بعد الست شهور بنبلش ندخل الاكل لإله، ونحن دائما بنقول للامهات اول شيء بدك تبلشي فيه بالاكل اللي هو الخضار. ليش؟ لانه الخضار ما لها الطعم الحلوه اللي هي مستساغه عند الولاد الصغار، فلما يحس بطعمه الخضار بالاول راح يتقبل بعديها ياكل الفواكه بعديها الأشياء الثانية. لكن لو من أولها بلشنا بالفواكه واللي هي طعمتها حلوة، مش راح يتقبل أبدا أنه يأكل خضار. هذا أول شيء. ثاني شيء، في كثير من الأمهات بتقول لك أنه هو أصلا بحب الأكل المالح أو هو بحب الأكل الحلو، وهذا الحكي مش صحيح، لأنه الطفل بينولد ما بيعرف هاي الطعمات كلياتها، فبالتالي نحن اللي منعوده على هذا الطعم. طبعا الأطفال كل ما كبروا شوية بالعمر وصار في عندهم وعي أكثر بأنهم يقدروا يتحكموا بإيديهم أو يقدروا يحكوا معنا، يعني بعد العمر السنة والسنة ونص لحدية الست سنين سبع سنين بنقدر كتير أنه إحنا ندخلهم معنا على المطبخ أو حتى إحنا نشركهم بعملية الطعام. هذا العمر كتير سهل أنه الأم تتعامل معه. يمكن في منهم بيكونوا عنيدين، لكن دائما الأطفال بيستخدموا العناد تبعهم أو حتى البكاء الشديد بأنه هو السلاح لإلهم لأهلهم، فبالتالي بحس الطفل بأنه هو إذا بكى أو إذا عنت خلص الأم بتستسلم وبتغير الطعام تماما. لكن هذا الإشي أبدا مش لازم يحس الطفل، لازم يحس أنه إحنا أقوى منهم، أنه إحنا بنقدر نقنعهم. لو بكي مرة مرتين ثلاثة معلش في الآخر نحن نوصل لمرحلة أنه نقتنع. مثل ما أنت قلتي، يعني مشاركتهم بالطبخ بتكون حافز لإلهم حتى يدوقوا ثمر التعبون أو محصلة تعبون. أيضا من التحفيز ريم، هناك الثقافة. ما رأيك بفكرة تثقيف الأطفال حول الفيروس بحد ذاته؟ يعني التفسير بأن الفيروس نكافحه بجهاز المناعة الذي يقوى بهذا النوع من الأطعمة. هل أنت مع تفسير وشرح الفيروس لأطفالنا؟ طبعا، لانه الاطفال هم برضه ناس اذكياء، يعني هم لازم يفهموا ايش الوضع اللي احنا فيه، شو هو هذا الفيروس، ولازم نفهمه بانه زي ما انت قلت في بجسمنا جهاز مناعه، هو زي اكنه الشخص اللي بيدافع عنا. فاذا احنا ما اكلنا منيح، يعني ممكن نربط انه احنا عدم الاكل بطريقه صحيحه وبطريقه جيده ممكن هذا الفيروس يجينا ويخلينا نتعب ونمرض. اما الاكل الصحي او مثلا نعطيه امثله بانه هذا الطبق بيعمل هيك، هذا الطبق بيزيد المناعه. التثقيف عند الأطفال شغلة كتير مهمة، ويمكن في بعض الناس يعني يمكن بيستسخف شوية بعقول الطفل بأنه بقولك هذا طفل شو ما رح يفهم لا فيروس ولا رح يفهم. بالعكس، الطفل بيفهم وبيفهم كتير بأنه وبيقدر يفرق وبيسأل كتير وبيقدر يفرق بأنه هذا الأكل صحي وهذا الأكل غير صحي. ويمكن من الأطفال اللي موجودين حوالي واللي تعاملت معهم، صدقني يمكن من تاني مرة أو ثالث مرة بصير هو الطفل لحاله يقولك إنه ما بدي أكل هذا، لأن هو أنت قلتي إنه مش صحي، فبالتالي رح خليني أمرض، هذا الأكل صحي. برضه ممكن نستخدم أسلوب، في بعض الأطفال عندهم بعض شخصيات الكرتون بالنسبة لهم إشي كتير كبير، يعني مثلا زي سوبرمان سبايدرمان، هدول الشخصيات الأقوياء، بالتالي نقولهم إنه مثلا هدول صاروا وصلوا لهاي المرحلة من القوة لأنهم كانوا يأكلوا أكل صحي، كانوا يأكلوا هذا الأكل اللي هو صحي، كانوا يبعدوا عن الحلويات والأشياء الجاهزة اللي موجودة في المطاعم. نقنعهم بأنه كل شيء موجود في المطاعم ممكن أنه إحنا نقدمه بطريقة لطيفة وحلوة للأطفال، وبرضه بطريقة صحية. نعم. تعزز من جهاز المناعة تبعهم، يعني طريقة خلاقة والتعامل معهم بطريقة أفقية. طبعا لأنهم كما قلتي واعون كفاية. الاختصاصية في التغذية بالضبط. ريم عبداللات، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. مشاهدينا، أجواء موسيقية مع العود يزن جومر، أنا لحبيبي وحبيبي إلي. فاصل أول ثم نعود. Thank you.
إذا عدنا لكم من جديد مشاهدينا مرة أخرى. صباح نور توني. صباح الأنوار أمين. نمشي إلى المبادرة الجميلة اللي بتحط عليها ومبادرة إنسانية فريدة حيث قامت السيدة الأفغانية فيروزة يونس عمر بإرضاع 20 طفلا قتلت أمهاتهم في حادث إرهابي. صحيح أمين. السيدة فيروزة أو فيروزي بالفارسي كنت حاورتها في وقت سابق عن خطوتها الإنسانية الفريدة فكان هذا اللقاء. صباح النور من جديد مشاهدينا. في رد فعل إنساني على هجوم وحشي طال مستشفى داشت إبارشي للولادة في العاصمة الأفغانية كابول بادرت فيروزة عمر 27 عاما بإرضاع 20 طفلا حديث الولادة معظمهم يتامى. خبر مبادرة فيروزة ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي مشيدة بتعاطف هذه الأم الأفغانية وشجاعتها. فيروزة معنا اليوم مباشرة من منطقة حارات أفغانستان للتحدث عن مبادرتها الفريدة. صباح النور فيروزة أو صبح بخير فيروزي خانم. بداية كيف أتتك فكرة إرضاع الأطفال العشرين كرد فعل على الهجوم الوحشي وما الدور الذي لعبه في ذلك حس الأمومة لديك وأنت أم لطفل في الشهر الرابع من عمره؟ سلام خدمت شما و تمام بینندگان عزیز شما. دقیقا حادثه اوروز کابل حادثه خیلی وحشتناکی بود، حادثه حمله به سپاهخانه که در آن مادران ولادت میکردند و این حادثه تن تمام مردم افغانستان را لرزاند و مطمئنا در این میان مادرانی که طفل شیرخوار داشتند یا بسیار از اینا تاثیر خیلی بدتری داشت، چون زمانی که آنها حالا تجربه زایمان را داشتند و زمانی که آنها طفل خود شیر می‌دادند تمام حواس از اینا روی از این طفلای بود که حالا هنوز دنیا لمس نکرده بودند، از آغوش مادر جدا میشن و مادر از اینا شهید میشن. و خود من یکی از اون مادرها بودم، طفل 4 ماهه دارم و زمانی که من طفل خود در طول روز شیر می‌دادم تمام اونش و حواس مطرف از این نوجوانها بود که اونها حالا در چه حالتی هستند. دنبال از این بودم که از چرا میتونم به اینا کمک بکنم و طبیعتا حالت خیلی بدی داشتم. زمانی بار بار طفل ما شیر میخورد باز هم نیاز داشت که با آغوش ما باشه، باز هم نیاز داشت که تاثیر ما تغذیه بکنه و اما غریزه مادری باعث شد که من این تصمیم رو بگیرم. نعم فیروزی خانم، طبعا ناقشت قرارك او خطتك مع في المساعده مع زوجك، ما كان رد فعله؟ تصمیم در جامعه سنتی افغانستان یه تصمیم خیلی سختیه، ای که بخوایی در یه طفل شیر بدی اون طفل هم که وابسته با قوم و مذهب خودش نباشه و این تصمیم بسیار سختی بود. به قبل از این که حالا با شوهر خو این تصمیم رو در میان گذاشتم و چون از آن جایی که شوهر میگه آدم خیلی تحصیل کرده و آدم فهمیده و همیشه با ما همراهه، من در صفحه فیسبوک خوی این موضوع شیک کردم که اگر کدام نوزاد در شفاخانه نیاز به شیر مادر داره من میتونم مودیه هم تقدیه بکنم و من تمام نزدیک افتار بود تمام همون صفحه افتار را آماده کردم برای شوهر خو و بعد از اون اجازه گرفتم گفتم من باید این کار بکنم. حالا همین رایان پسر من رایان من داره، رایان در آغوش من میدونی باز هم داره نیاز داره، اون تفلان طبیعتا نیاز دارن تا یکی اونا با آغوش بگیره. همین بود که شوهر من اجازه داد و گفت میتونی بری هیچ مشکل نداره، با وجود از اینکه طفل مگریه میکرد به نیاز دامه داشت نزدیک افتار هم بود با همو وجود گفت هیچ مشکل نداره که میتونی بری و همون طفل را از ما گرفت و من طرف شفاخانه روان شدم. نعم. مشوارك من المنزل إلى مستشفى أتاتورك الذي نقل إليه الأطفال من مستشفى داشت إبارشي الذي تعرض للهجوم، هذا المشوار كان محفوفا بالمخاطر، كان خطيرا، أخبرينا عنه لو سمحتي. دقیقا چون اولا که ما این مبارک رمضان بعد از اون کابل کاملا قرنطینه به خاطر موضوع کرونا و تمام جاده ها خلوت و نزدیک شام هم بود کمی به لحاظ امنیتی خطر هم داشت که من بیرون، چون حالا در مشکل نبود زمانی که من میرفتم یک کمی روشنی بود، من
و همون ترسی هم که داشتم سعی نکردم که چون میخواستم برم به اون نوزادا خور برسانم، سعی نکردم به همون ترس خور ترس به من قلبه نکنه و من مقایم باشم و رفتم. زمان رفتن این مشکل بینیم نبود، ولی زمان برگشت واقعا تاریک شده بود، خیلی تاریک بود. من یه ترس یک حس بعدی داشتم که نشکنه کدام حادثه برای من رخ بده و برالاوه از این کالا اون ترس بود. من از این مسیر یک خاطره خیلی بعدی داشتم. من تقریبا سال 2011 زمانی که به این مسیر با دانشگاه کابل هم مسیر این سپاهخانه، من سال 2011 زمانی که در سنف ماستری شش بودم، از خانه برای من تماس گرفتن و گفتن که برادر من برادر خود من هم این جنایتکارا شهید ساخته بودن در روز تولده و من از این آنسته و از این جاله خاطره خیلی بده داشتم. با همین وضعیت خیلی بد از این جاله دیگر کرده بودم و این چون او آنسته در این مسیر از محمد خیلی بستر بود داره من. نعم، نحن نقدر دموعك فيروزي خانم. في المستشفى كيف كانت الخبرة؟ وأما أبرز المشاعر التي انتابتك هناك؟ زمانی که من به شفاخانه رفتم و طفلار با آغوش خود گرفتم، واقعا احساس در علاوه که حالا از او عادیسه احساس بله داشتم که هنوز این طفلا دنیا لمس نکردن و هنوز آغوش مادر نه لمس نکردن، اینا به شفاخانه با سر شفاخانه یعنی یک تعداد زخمی و اینها خیلی به روز اول تولد خب خیلی برای من بد تمام میشد، ولی خیلی برای من بد تمام شد، ولی اینی که اینا رو با آغوش خود گرفتم و اینی که حداقل میتونستم کوچکترین کار رو برای از اینا انجام بدم و اونا چیر بدم، یک کمی که یک کمی احساس بهتر برای من دست داد. ولی با وضعیت شفاخانه واقعا وحشتناک بود. 20 طفل که هر کدام گریه میکردن و دنبال همون صدایی بودن که اینا 9 ماه این صدا رو شنیده بودن ولی این صدا رو پیدا نمیکردن. واقعا حس خیلی بدی برای هر کس که اینجا، حتی اگر یک فرد خیلی سنگین و بی‌احساسی هم به شفاخانه میرفت، مطمئنم فریاد از بیش آسمان اکتر میکرد که مزید خیلی بد بود. نعم، و اثناء ارضاع الاطفال العشرین و معظمهم یتاما بماذا شعرتی؟ دوانه که من تفلار شیر میدادم با وجود در دیگه حالا بلاز برای خود من، چون من یک روانشناسم، کلیشه های مذهبی و کلیشه های قومی اینا هیچ برای من معنایی نداره، ولی با وجود از اینکه اونا از قوم و مذهب و خود نبودن، زمانی که من اون تفلار به آغوش خود گرفتم حس میکردم که از اون بدن و جسم و روی خود منن و هیچ فرقی با اجرایم قصر خود به ندارن. زمانی که اونا رو شیر میدادم و امو 4 تفل رو شیر دادم در این زمان، چون نزید افتار بود به شیر بیشتری بیر نداشتم، 4 تفل زمانی که شیر دادم حساس میکردم که واقعا متعلق به خود منن و در علاوه از این زمان که به چشمان از اونا نگاه میکردم، امو نگاه مسلمانی از اونا از تمام مردم شکایت داشت که چرا ما در روز اول زندگی خو با این سرنوشت دچار بشیم و حس خود نه نسبت به اونا حس یک حس مادرانه خیلی قوی بود. نعم فیروزی خانم، تحركت أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي ودعيت أمهات مثيلاتك للمساعدة، ماذا قلت لهن؟ زمانی که من از خانه از شفاخانه برگشتم به خانه، در صفحه فیسبوک خو یک فراخوان دادم که اگر مادران دیگر هم که شیردی هستن به شفاخانه دارن و با اون طفلا شیر بدن، به این نوزادا شیر بدن چون واقعا نیاز داشتن. البته وضعیت این نوزادا حالتی بود که زمانی که همچان مرسیده بودم شیر کافی حتی شیر خوش داره از اینا نرسیده بود و من اولین پردی بودم، حالا بلاز مادر یا فرد عادی اولین کسی بودم که به اون شفاخانه رفتم و از اینا جویای اول اون نوزادا شده بودم و
همه گرسنه بودن و گریه میکردن و همین حالت باعث شد که من از دوستای دیگه خواهم بخوام که برن به شفاخانه رو برای از او نوزادها چیز بدن. به خاطر در صفحه فیسبوک خوما پست کردم و فراخوان دادم که دوستانی که مادرانی که شیر دارن برن به شفاخانه و برای از او اطفال شیر بدن. و خوشبختانه همون شب تا دوازده شب مادران دیگه هم برای نرفته بودن و برای از او نوزادها شیر داده بودن. وعبر وسائل التواصل الاجتماعي يعني ما كانت أبرز الردود على فعلك النبيل؟ ما كانت تجنب كردم زمان كما اي توستر لارتفاية فيسبوك خشير بكنم انقدر مردم اي توستر حمايات بكنم و اي سنين واكنش نشان بلن مردم افغانستان از هر گوشه فارغ از این که از کدام مذهب و از کدام قومن پشتون، تاوزی، ازبک، هزاره همه با متحد شدن و به این فراخانی که مدادم همه پاسخ مستد دادن. حتی از سر و سر جهان مردم خود مردم افغانستان به آماده از این شدن تا این که این اطفال به لحاظ چیز حتی تا دو سال یا بیشتر از اونا تامین بکنن به لحاظ موادی که اونا نیاز دارن. این نشان از یک افغانستان متحد میداد و باعث شده بود تمام هرکس تمام مردم افغانستان متحد بشن که این اصلا نفکر نمیکردم که چنین واکنش و چنین حمایت بشه از طرف مردم افغانستان. ولی واقعا نشان دادن مردم افغانستان تشنه صلح اند و میخواین که صلح به وجود بیاید. اگر که این جنایتکارا و کسایی که در خود وضعیت دشوار افغانستان به این سال دخیل انالا کشورهای دیگه اگر بگذارن خود مردم افغانستان واقعا متحدن و تشنه صلحن و میخواین که صلح باشه و همه هیچ برای از اینا مطرح نیه که مسائل قومی و زبانی هیچ مطرح نیه و همه آنها متحد و یک پارچه هست. نعم فيروزة عمر نكرر تحيتنا لك على حسك الوطني الإنساني. كنت معنا من حارات أفغانستان. شكرا لك. خيلي ممنون. سلامت باشین. با تشکر میکنم از همه شما که این زنجیره خوبی ها رو حمایت کردین و از تمام مردم جهان میخوایم تا هر کدام از اینا یک عمل نیک انجام بدن تا اینکه دهشت و وحشت و تمام عامل های تروریستی در جهان از بین بره. تشکر. ممنون خیلی ممنون. عودة إليكم من جديد مشاهدينا. الشيف طبعا تحذيراته موجودة ولكن قبل أن نأتي إلى الشيف فؤاد نتابع نصيحة اليوم. صباح النور أمين. صباح النور يا شيف. صباح النور مشاهدين، أهلا وسهلا فيكم. اليوم بدي أحضر أطباق كتير مميزة، أطباق فلسطينية بامتياز. عندي البسارة. أنا جيت مش نتعلم معنا. إيه طبعا عنا البسارة وعنا المقلوبة الدجاج مع البتنجان، عنا كمان فتة العدس مع الخبز رح تحضر بطريقة كتير مميزة، وعندي نوع الحلو اللي هو النمورة رح أحضرها بطريقة جدا سريعة وسهلة، وبنرجع بدنا نرجع نضيفها على الفرن بوقت سريع. أول شيء عندي السميد الناعم، رح أخذ السميد حطهم بالجاط، رح أضيف فوقهم البيكنج باودر والبيكنج صودا. البيكنج صودا هون بيعطيني النتيجة، بيخلي السميد أو العجينة بشكل عام ترفخ بشكل سريع وتعطيني نتيجة مميزة. رح أضيف السكر عليهم وهلأ رح بلش قلبهم شوي مع بعضهم لحتى أتأكد أنه كل المواد تقريبا الناشفة عم تنخلط مع بعضها. برجع من بعد ما خلطهم بهذا الشكل عندي برش جوز الهند رح ضيفه عليهم بهذا الشكل، كمان رح نرجع نخلطهم. هون عندي برش جوز الهند رح يعطيني نكهة مميزة، وخاصة برش جوز الهند بس يتعرض للحرارة داخل الفرن بتصير بتطلع منه الزيوت الطبيعية وبتعطيني نكهة كتير لذيذة وبتعطيني لمعية حلوة. رح ناخد بعد ما قلبتهم بهذا الشكل عندي السمنة، ممكن استبدالها بالزبدة، ومضيفه بالوسط العجين الخليط الجاف
وبقلبهم شوي شوي مع بعضهم لحتى أحصل نوعا ما على عجينة متماسكة، ولكن بدها وقت شوي لحتى تصير تتشرب أكثر، لأنه حبية السميد بدها تاخذ كمية عالية من السميد. في المطعم شايف إنه في الطعم يعني في الجو نفس الشيء إذا زبدة أو سمن؟ صحيح، نفس تقريبا تختلف شوي، لأنه تعرف السمن فيها دسامة عالية، ولكن بالحلويات كثير قريبة طعمة الزبدة لهيدا الشيء. يعني أنا بمجرد ما ضفت السمنة أو الزبدة راح أحصل على طعمة لذيذة، ولكن بتبين معي طعمة الزبدة من طعمة السمن. راح ناخد اللبن ونضيف عليهم، راح ناخد كل الكمية، وكمان راح استمر بتقليبهم مع بعضهم. إذا بحال لقيناهم شوي متماسكين ممكن إضافة بعد معلقتين لثلاث معالق من اللبن، وممكن إضافة ربع كوب من الماء لحتى تسهل الوصفة تراوتها أكثر. مثل ما شايفين عم نقلبهم بشكل عجين، أنا ما بدي كثير خليها تكون طرية، بدي خليها بهيدا الشكل، ما رح تصير بشكل كريمي، ولكن بس حتكون متماسكة بهيدا الشكل. آخر شيء بضيف عليهم ماء الزهر وماء الورد، ضيفهم عليهم بهيدا الشكل، بقلبهم شوي، ما بقى بدي تقليب كتير، بدي خليها بس تتشرب طعمة المزهر والموارد، لأنه إذا بقلبهم كتير السميد حيتشرب وينفش، حيبطل يعطيني النتيجة المطلوبة. رح أسكبهم بجات خاص للفرن وأدخلهم على الفرن على حرارة 170 تقريبا حوالي 25 دقيقة، ولكن أهم شيء بس تطلع من الفرن ريحها شوي، ممكن نضيف على وجه الشيرة اللي هو شراب السكر، وممكن نتركها بهذا الشكل لأنه هي فيها كمية عالية من السكر. وصفة كتير مميزة وسهلة، ما بدها كتير وقت، حضرناها بشكل سريع، وقت الفرن حنكون عم ننتبه لها كتير. إذا بحال كان عنا الفرن الغاز بيولع من تحت ما بيولع من فوق، بس بدنا نعلي الحرارة، بنخفف الحرارة من تحت، بعدين بعد 20 دقيقة منها بطفي النار من تحت وبعلي الصينية وبولع النار من فوق حوالي 7-8 دقائق، بتاخذ لون وبتكون استويت بالكامل. جميل، شو رأيك أمين بالوصفة؟ حلوة الوصفة، سريعة تتجرب وسريعة ومكوناتها سهلة، مكوناتها جدا بسيطة كمان. صحيح صحيح، حلو. شايف أكيد أنه عنا معك طلالات أخرى بعد لمتابعة بقية تطبيق اليوم المطبخ الفلسطيني حاضر بامتياز. إذا نحن مشاهدينا أكيد أنه عنا فاصل، ولكن قبله لنستمع إلى بعض هكا الموسيقى الجميلة مع يزن جومر. صباح النور من جديد مشاهدينا. صباح النور يا توني. صباح النور أمين، كيف الأهل بتونس؟ الحمد لله لا بس، والحمد لله في احتواء لكورونا هنيك. الحمد لله. عسلامة للست ليلى. أكيد عسلامة ست ليلى، اسم أمك من اسم أختي، بس أمك بتونس، أختي بالبرازيل. برازيل عدد الإصابات فيها متفشي جدا، بس الحمد لله الشقيقة بخير أيضا. إن شاء الله إن شاء الله تكون ديما بخير إن شاء الله، هذا هو اللي نتمنيه يا توني. شكرا لك. اذا ننتقل الى زميلتنا وعد. صحيح، ومع الخبر مشاهدينا. شكرا لكما، اهلا بكم من جديد، وهذا موجز لاهم الاخبار.
فيروس كورونا المستجد يودي بحياة 316 ألف شخص في العالم، فيما سجلت رسميا أكثر من 4,800,000 إصابة في 196 بلدا ومنطقة، وفق عدد أعدته وكالة فرانس بريس استنادا إلى مصادر رسمية. أمريكيا سجلت الولايات المتحدة 760 وفاة في أدنى حصيلة يومية منذ أسابيع. وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتناول منذ حوالي 10 أيام على سبيل الوقاية عقار هيدروكسيكلوروكين المضاد للملاريا، والذي انقسم المجتمع الطبي حول مدى نجاعته في مكافحة فيروس كورونا. من جهة أخرى، شن ترامب هجوما عنيفا على منظمة الصحة العالمية، واصفا إياها بأنها دمية في يد الصين، ومؤكدا أنه سيمنحها مهلة 30 يوما يقرر بعدها الاستمرار بتمويلها أو وقفه. أوروبيا اقترحت باريس وبرلين خطة نهوض بقيمة 500 مليار يورو للتصدي للآثار الاقتصادية الناجمة عن تفشي الوباء الذي أغرق القارة في ركود تاريخي. في موسكو، أعلن رئيس الوزراء الروسي أن بلاده الثانية في العالم من حيث عدد الإصابات بالفيروس نجحت في وقف تمدد الوباء، لكنه اعتبر في الوقت نفسه أن الوضع معقد. أما في تركيا، فقد أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان حظر التجوال في سائر أنحاء البلاد طوال أيام عيد الفطر، وذلك في إطار تدابير احتواء الفيروس. حكومة الوفاق الوطني الليبية تعلن سيطرتها على قاعدة الوطية الجوية الواقعة جنوب غرب طرابلس، بعدما كانت خاضعة لسيطرة القوات الموالية للواء المتقاعد خليفة حفتر. وقال رئيس حكومة الوفاق فائز السراج في بيان: نعلن بكل فخر واعتزاز تحرير قاعدة الوطية العسكرية من قبضة الميليشيات والمرتزقة لتنضم إلى المدن المحررة في الساحل الغربي. سقوط صاروخ ليلة الاثنين الثلاثاء في محيط السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء الشديدة التحصين وسط بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية. وزارة العدل الأمريكية تقول إن مكتب التحقيقات الاتحادي وجد دليلا يربط تنظيم القاعدة بمتدرب من سلاح الجو السعودي قتل 3 بحارة أمريكيين في هجوم أواخر العام الماضي في قاعدة بحرية أمريكية بولاية فلوريدا، وذلك بعد اختراق هاتفه الجوال. بعد عام ونيف على غزوته من الشرق الليبي باتجاه العاصمة طرابلس، وبعد محاولات عدة لاقتحامها، تعرض اللواء المتقاعد خليفة حفتر لأسوأ هزيمة خلال هذه الفترة بسقوط قاعدة الوطية بيد عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا. هل سيسجل يوم 18 من مايو 2020 بداية نهاية مشروع خليفة حفتر في ليبيا؟ نناقش الموضوع وآخر التطورات الليبية مع الكاتب والمحلل السياسي إسماعيل سنوسي، الذي ينضم إلينا من العاصمة الليبية طرابلس. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بكم، صباح الخير. صباح النور. ماذا بعد الوطية ميدانيا؟ هل توافق حديث رئيس حكومة الوفاق فايز السراج باقتراب يوم النصر الكبير؟ سيدتي، بعد الوطية هناك مناطق يعني كانت تحت سيطرة حكومة الوفاق، من ضمنها مدينة الرجبان وكذلك مدينة تيجي وبدر ومدينة الأصابع، كلها الآن تحت سيطرة حكومة الوفاق تبع بعد يعني تمكن قوات الوفاق من طرد قوات حفتر كانت موجودة في الوطية وتستخدمها في حرب حفتر وعدوانها على طرابلس. نتحدث هنا عن أن الوطية فتحت الباب واسعا أمام قوات الوفاق لكي تقوم بطرد قوات حفتر الموجودة أو في مناطق متاخمة لطرابلس. خرج طبعا حوالي الساعة 4:30 فجرا اليوم بتوقيت ليبيا السيد المسماري اللي هو المتحدث الرسمي باسم قوات حفتر ليتحدث عن انسحابات يعني أسماها وإعادة تمركزات إلى آخره. طبعا هذا بكل تأكيد هو نتيجة سقوط قاعدة الوطية. أصبحت قوات حفتر في الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس، أصبحت في وضع صعب. بالتالي أعتقد بأن الباب مفتوح لكي
تقوم حكومة الوفاق بالفعل بالتمكن من تطهير المنطقة الغربية كلها من عصابات حفتر، وبالتالي فتح الباب أمام الحل السياسي. يعني هناك الحقيقة أمال كبيرة يعقدها الليبيون على أن تقف هذه الحرب، ولكن لم يكن أحد يتصور أنه بالإمكان وقف هذه الحرب إلا بطرد قوات حفتر من تخوم طرابلس ومن كافة المناطق التي سيطرت عليها بعد أبريل 2019. يعني لنعرف أكثر أهمية هذه القاعدة الاستراتيجية نتابع معا تقرير عن سقوط قاعدة الوطية ثم نعود لنستكمل حديثنا. يوثق مقاتل في قوات الوفاق انتهاء 6 سنوات من سيطرة حفتر على قاعدة الوطية. توقفت اليوم سطوة اللواء المتقاعد على سماء المنطقة الغربية من ليبيا بشكل رسمي وربما نهائي. بدا جليا أن منظومتي الدفاع الجوي من طراز بانسر كانتا حبل النجاة الأخير للقوات المتبقية في القاعدة، وبتدميرهما تبدد كل أمل في حماية قاعدة نالها من القصف الجوي لقوات الوفاق ما لا قبل لها بمقاومته. ليعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج رسميا تحرير القاعدة، واعتباره ذلك خطوة أخرى نحو يوم النصر الكبير بالقضاء على الاستبداد. انسحبت قوات حفتر فجرا تاركة وراءها أسلحتها وعدتها وعتادها وبقايا من طائرات أذاقت الأبرياء جنوبي طرابلس زعاف الموت طوال أشهر. أكبر قاعدة جوية غربية البلاد، حصن حفتر الذي ظن أنه لا يسقط يده الطولة في مشروع حكم ليبيا بالقوة، صارت مرادفا لانتكاسة تقاطع فيها الرمزي بالعسكري بالسياسي في لحظة ربما لم يقرأ لها حفتر عند إعلانه قبوله بتفويض مفترض لحكم ليبيا. حسابا حكومة الوفاق وبعد سيطرتها على الوطية باتت تقف على أعتاب جنوب طرابلس وترهونة آخر معاقل قوات حفتر غربي ليبيا. من جهته يقف حفتر اليوم على مفترق ضيق ضيق الأفق السياسي لإعلانه إسقاطها اتفاق الصخيرات وضيق الممكن العسكري في جغرافيا لا تذكر لقواته سوى قصفها مخيمات النازحين والأحياء السكنية، وضيق ذرع مجتمع دولي صار يقر أخيرا أن نفوذ اللواء المتقاعد آخذ في الانحسار. أيها الليبيون الأحرار، فهل أدرك هو أو أدرك داعموه أن ما بدت أنها لحظة الذروة ساعة أعلن نفسه قائدا أوحد على ليبيا كانت كذلك لحظة الانكسار. نعود إليك من جديد الكاتب والمحلل السياسي إسماعيل السنوسي، ما هي سيناريوهات ما بعد الوطية؟ في اعتقادي بأن تحرير قاعدة الوطية أولا سيشجع على توفير مناخ دولي أفضل للضغط على الدول الداعمة لحفتر من أجل أن تغير يعني سياساتها وتكتيكاتها في ليبيا. وهذه الدول حقيقة اللي بكل أسف راهنت على مشروع عسكري، يعني رأينا كيف أن حفتر عندما فشل في هذا المشروع بعملية السيطرة على العاصمة طرابلس قام بإعلان تفويض نفسه لكي يعني يوفر علينا حتى عبء الإثبات، يعني إثبات أنه بالفعل يبحث عن السلطة على شكل نظام حكم عسكري استبدادي يعيد إنتاج النظام السابق. طبعا هناك أيضا القوى الإقليمية، يعني الجزائر وتونس كانت لديهم مخاوف كبيرة من نتيجة وجود هذه القاعدة الحصينة في المنطقة الغربية. الآن يعني أصبحت المجال مفتوح أمام تونس والجزائر لكي يقفوا بالفعل في القضية الليبية الموقف الصحيح لكي نتمكن بالفعل من يعني إعادة الأمور إلى مجاريها، وهي الحوار السياسي بين الأطراف السياسية ونبذ كل ما يتعلق بعملية الرهان على أي عودة إلى نظام الاستبداد أو الحكم العسكري، إنما التفكير فقط ينصب حول مستقبل بلاد الدستوري ومواعيد الانتخابات وإلى آخره من الترتيبات السياسية والاقتصادية للبلاد. طب ماذا عن روسيا والولايات المتحدة؟ هل يمكن أن تسمح بحسم الوفاق لحرب ليبيا؟ يعني بالعام الماضي ضبطت صواريخ جافلين الأمريكية، وأمس ضبطت منظومة بانثر الروسية. طبعا هي صواريخ الجافلين ضبطت عن طريق القوات الفرنسية التي وهي قوات كوماندوز ربما تكون كانت تدعم خليفة حفتر في حربه على طرابلس، وقد افتضح هذا الأمر بطبيعة الحال وتم القبض عليهم تلك الفرقة 13 من القوات الخاصة الفرنسية في تونس.
وهذا الأمر حقيقة يعني تم السكوت عليه بطريقة أو بأخرى. نعلم بأن فرنسا في النهاية هي دولة معتدية على ليبيا ولكنها أيضا عضو في مجلس الأمن، وبالتالي لم يتمكن أحد من معاقبة فرنسا على هذا الأمر. وكذلك الأمر يتعلق بروسيا، المنظومات الروسية الحديثة الآن والتي يفترض أن تكون مبيئة تباع على شكل يعني يسمى اللي هو المستهلك النهائي للإمارات، هي الآن انطلقت من الإمارات إلى مصر ومن ثم وصلت إلى ليبيا على عجل من أجل يعني تثبيت السيطرة لحفتر في قاعدة الوطية. ولكن نعلم بأن هذه المنظومات الثلاث يعني اثنان منها دمرتا والثالثة سليمة وتم يعني غنمها من قبل قوات حكومة الوفاق. الحقيقة أن هذه المشاكل التي نتعرض لها وانكشاف بعض الدول التي تحاول أن تتلاعب بالملف الليبي بحيث أنها تعترف بحكومة الوفاق علنا ثم تقوم بدعم التمرد المسلح الذي يقوده خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق، الأمر الآن أصبح أوضح بكثير من ذي قبل، خاصة في ظل وجود التحالف التركي، كذلك الدعم لنقل القطري، وهناك أيضا تونس والجزائر. هذه الدول حقيقة هي التي الآن تستطيع أن 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 أن, أن, أن لنقل تشتغل في مجال السياسة الدولية من أجل دعم حكومة الوفاق لكي يكون موقفها أقوى في كل يعني لنقل الالتزامات تجاه المجتمع الدولي، وبالذات قرارات مجلس الأمن ومقررات مؤتمر برلين إلى آخره. نعم. من الالتزامات الدولية. ونعلم بأن اتفاق الصخيرات الآن أصبح يعني عليه إجماع كامل بأنه هو سيكون مرجعية المرحلة الانتقالية ما لم يصل. نعم. الليبيون إلى يعني الاتفاق حول الدستور الذي يحكمهم مستقبلا. تحدثت معلومات عن إعلان أو تجهز خليفة حفتر لإعلان دستوري قريبا، وحكي أيضا عن دور إماراتي بهذا الإعلان، هل لديك أي معلومات؟ يقال حقيقة هناك تسريبات تتحدث عن أن بعض أقطاب النظام السابق يسمون أنفسهم خبراء دستوريون، ومن العجيب أن يسمي شخص نفسه خبير دستوري في عهد النظام السابق وهو 42 سنة ليبيا عاشت بدون أي دستور، يعني بعد أن تم الانقلاب من قبل القذافي على الدستور الملكي. ولكن لنتجاوز ذلك ونقول بأن حفتر بكل تأكيد يحاول أن يبرر التفويض الذي حصل عليه من مجموعة متظاهرين مؤيدين له، وأعلن أن الشعب الليبي قد فوضه، وهذا كله تم خلال 24 ساعة، يعني الفارق بين طلب التفويض وبين إعلان قبول التفويض كان 24 ساعة في مشهد حقيقة سوريالي، يعني ربما لا يستطيع أحد حتى أن يصدق متى تم استشارة الليبيون لكي يفوضوا خليفة حفتر. ولكن نعلم بأن هناك أيضا محاولة من رئيس مجلس النواب في المنعقد في طبرق وهو السيد عقيل الصالح بإلقاء مبادرة سياسية، حصل هناك خلاف بينه وبين خليفة حفتر وبين بالتالي بين مصر والإمارات، كل منهما تفضل أحد هذين الشخصين، لذلك أصبح هناك نوع من الدربكة في المبادرات وفي محاولة إقناع الليبيون إعلاميا أو محاولة تسويق هذه المبادرات دوليا، حصل هناك نوع من الغبش على هذه المحاولات. على كل حال هو الأمر الآن متروك لحكومة الوفاق لكي تقول كلمتها في هذا الصدد، لأن حكومة الوفاق بالأساس هي تمثل كل الليبيين، هي نتيجة اتفاق سياسي بين مجلس النواب وبين المؤتمر الوطني سابقا الذي تحول إلى مجلس دولة بعد توقيع الاتفاق، بالتالي فإن حكومة الوفاق هي التي عليها أن تبسط سيطرتها على كل أنحاء ليبيا من أجل إقناع الجميع بأن الحوار السياسي هو السبيل الأمثل لتحديد مستقبل ليبيا، بينما الرهان على عسكرة الدولة أو على المشاريع الإقليمية التي تحاول بعض الدول فرضها على ليبيا هي أساسا يعني أساليب فاشلة ولن تصل إلى شيء، إنما فقط تستمر حالة عدم الاستقرار في ليبيا، وهذا يشكل خطر على كل المنطقة وليس على ليبيا فحسب. المجلس الأعلى للدولة ربط أي حوار سياسي بإنهاء يعني أو بتعلية على السقف في شروطه، هل تعتقد أن أي حل ممكن أن يكون في الأفق؟
أصدقك القول بأن التفكير في حل سياسي مع خليفة حفتر نتيجة تجارب سابقة هو أمر من الصعب جدا. لذلك حكومة الوفاق والمجلس الأعلى للدولة وكذلك مجلس النواب الذي الآن بدأ في الانعقاد في طرابلس، هناك تواصل يعني بين هذه الأطراف على أساس أن يكون هناك بحث عن شريك سياسي حقيقي من المنطقة الشرقية التي يسيطر عليها خليفة حفتر حاليا، ويكبت يعني يكتم أنفاس كل النشطاء وكل السياسيين المعارضين له في المنطقة الشرقية، بل إن بعضهم كانوا يؤيدونه، إلا أنهم عندما اختلفوا معه على أبسط جزئية تم تهديدهم، بل ربما سيدة مثل السيدة سهام سرقيوة يعني إلى حد الآن لا يعلم مصيرها، والاحتمال الأكبر طبعا أن تكون قد قتلت في ظروف يعني اعتقالها عن طريق قوات حفتر. هذه الوضع يعني المحتقن في المنطقة الشرقية لا يسمح إلا بصوت حفتر فقط أن يكون مرتفعا، خاصة أن السيد عقيلة عندما ألقى مبادرته وتم يبدو أن هناك تهديدات جاءته أو ضغوطات، فهو حاول أن يحور الأمر ويقول بأن مبادرته ومبادرة السيد عقيلة صالح لا تختلف عن مبادرة حفتر وهي عملية التفويض، وهذا أمر غريب جدا لأن مبادرة السيد عقيلة صالح تعتمد على الاتفاق السياسي وتطرح رؤية لنقل لتشكيل مجلس رئاسي جديد إلى آخره، بينما حفتر يتحدث عن أنه هو المفوض من قبل الليبيين كقائد أوحد، وهناك ربما في الإعلان الدستوري الذي ربما يحتمل أن يعلن عنه هناك يعني تشكيل يسمى مجلس قيادة أو ما شابه. كما ذكرت لك هو عملية استنساخ للنظام السابق يحاول خليفة حفتر أن يفرضها على المناطق التي يسيطر عليها. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي إسماعيل السنوسي، حدثتنا من العاصمة الليبية طرابلس. شكرا. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام فقراتنا الإخبارية لليوم، شكرا جزيلا للمتابعة. شكرا وعد. إذا عدنا إليكم من جديد مشاهدينا، وهاشتاج صباح النور. توني اليوم عنا برشا مواضيع أنا بحسها خفيفة وبتخفف عنا توتر الحج المنزلي. هذا هو الأهم حاجة يعني. كل شيء بيجي منك إيجابي. يا عايشك يا توني، إن شاء الله هذا واجبنا. هاشتاج إذا صباح نور في آخر أسبوع من شهر رمضان، وطبعا فيروس كورونا يتواصل تصدر تقريبا كل على كل وسائل التواصل الاجتماعي، إن كان تويتر إن كان فيسبوك إنستغرام، في كل تقريبا المواقع دائما متصدر. البداية مشاهدينا بشكون من لبنان، والبارح في لبنان انتشر طبعا هاشتاج عنده علاقة، والهاشتاج فيه وزارة الصحة كذبة أو كذابة باللغة، كذابة باللغة اللبنانية. الهاشتاج هذا أنه تمحور أكثر على فكرة الأرقام اللي تم نشرها البارح. طبعا التويت هذا لوزارة الصحة اللبنانية بالنسبة إلى أرقام البارح 18 أيار 2020 وعدد الإصابات هي 20 إصابة للمقيمين، ولكن على بعض وسائل الإعلام تم نشر عدد كبير من أنه هناك 17 إصابة بمنطقة بالشمال، 17 إصابة بمنطقة أخرى ببيروت، وهذا ما يعني وكأنه العملية حسابيا مغالطة إلى عدد الرقم النهائي، وهذا اللي خلق حالة جدل كبيرة تقريبا خاصة على تويتر، وخليت أنه عدد كبير بين مؤيد وبين معارض إلى هذه الأرقام، وكل فسرها بطريقته. في الحالات الكل هي أرقام، ودائما يقعد يمكن أنه الاتباع إلى الأشياء الأساسية أو الأوفيسيال نحن نقول الرسمية طبعاً. الرسمية والعالم أحسن. ضروري جدا نرجع نقول أمين أنه ما تصدق أي حكي بينقال أو صحيح. أي أرقام بتتوزع عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي قد تكون مغلوطة، ونرجع طبعا لوزارات الصحة بكل البلدين لأنها الأكثر مصداقية بطبيعة الحال. هذا هو، والبارح كما قلنا أنه الهاشتاج خذى برشا ردود أفعال يمكن ما كانش يستحق أكثر من حجمه. نحن نتحدث على تخفيف إجراءات العزل اللي موجودة في عدد كبير من الدول، واللي طبعا هالأسبوع هذا كان أسبوع ثاني إلى بعض الدول أو بداية أسبوع أو أول أسبوع بالنسبة للتخفيف إلى بعض الدول الأخرى، وأهم حاجة قالت هي الاعتماد على وعي المواطن، ولكن وعي المواطن مشاهدينا شفناه في صور غريبة عجيبة هذا الأسبوع، منهم هذه الصورة على سبيل المثال، يعني تجاوز
وعي وعي القافز الوعي المتجاوز حدوده. هذه من اكثر الصور التي تم تداولها على كل وسائل التواصل الاجتماعي ودائما كان التعليق معها هذا هو وعي المواطن الذي نراهن عليه. طبعا هذه ايضا صوره اخرى الى الناس اللي تكون عائده دائما في رحلات الاجلاء وكانه الكمامه اصبح لها استعمال اخر مش فقط استعمال للفم بل للعينين ايضا. هناك ايضا من في المطارات استعمل الكمامه كوسيله الى انه يحمي بها الهاتف نتاعه ويشحنه في نفس الوقت. عندهم فايد من الكمامات مش عم يعرفوا كيف بدهم يستعملوها. طبعا الناس تتشكم الكمامات ولكن انه في نفس الوقت انه شفنا هالمشاهد هذه ايضا مشاهد اخرى في مصر هذه مشاهد كبيره مشاهدينا عن الناس هذا في صرف المعاشات وايضا هذه بالنسبه الى الشهر العقاري. المشاهد هذه اللي موجوده بشكل كبير واللي فيها اكتظاظ كبير خلقت طبعا نوع من حالة هكا أنه الناس تشائمت منها بعض الشيء واستاءت أيضا حالة استياء نوعا ما لأنه الناس تقول أنه عنا فعليا يجب المراهنة على وعي المواطن يمكن يجب علينا التعايش مع هذا الفيروس فعلى الأقل أنه نتخذ إجراءات الحماية كأبسط حاجة. هو الاكتظاظ السكاني في مصر خطر جدا وما بعرف شو بتنفع الكمامات بهالتلاصق الجسماني بين الناس. نرجع منأكد على أهمية الوعي. صحيح الوعي مهم جدا في مصر طبعا وبما أنه نحكي على مصر في مصر مشاهدينا مقاطع فيديو عديدة طبعا صورت لنا اكتظاظ الناس ولكن مشهد بيع البطيخ في مصر يعني مشهد من نوع آخر مشاهدينا طريقة البيع وأيضا عدد الناس اللي كان موجود خلينا نتابع هذا الفيديو. مين باريزا؟ باريزا انا بعرف على السكين يا بطيخ بده يبيع بطيخ بصير ينده على السكين يا بطيخ ولكن الطريقه باريزا. الطريقه غريبه جدا في يعني انه طريقه الصراخ وطريقه الـ يعني اقناع الناس بالشراء بكل الاحوال بنحب البطيخ اكيد وقرب وقت البطيخ اكيد طبعا البطيخ وقته وهذا هو كما تحدثت توني ونحن خاصه مع ارتفاع درجات الحراره يعني الاستغناء عليه صعيب جدا فكره البطيخ. البطيخ مشاهدينا انه شفنا عده ناس تقوم بمثل هذه التجارب على البطيخ وهو ما يسمى هو فن كامل موجود بفتره الحجر المنزلي مسلي صحيح هو اسمه النحت على البطيخ يعني شفنا لوحات الناس قاعده تقوم بها من خلال البطيخ ويمكن انه كما قلت انت توني فرصه في الحجر المنزلي انه الناس تتعلم هذا. هناك شاب اراد انه يتعلم هالفكره هذه ف نشوفوا كيفاش استخدم بطيخته نشوفوا التجربه معاه كيف كانت تحديدا نتابع. يعني هذه التجربة ناجحة معاه توني انفجار البطيخ ليه وهو شكله كيفاش تقبل الموضوع معناه انه الله يسترك صديقي. هذا هو مشاهدينا نمشيو الى انستغرام الان وكنا في الاسبوع الماضي تحدثنا على هذا الطفل اللي عمل طبعا يعني عمل كيفاش يقولوا نحن شهرة واسعة صحيح. من خلال وسائل التواصل الاجتماعي خاصة أن الناس كنت حطت على الشيف الصغير أو ما يعبر عنه بالشيف كوبي وهو اسمه كوبي. مشاهدين تخيلوا أنه حسابه على إنستغرام في هالفترة القصيرة جدا وصل إلى مليون فولور مليون متابع على إنستغرام من وراء بعض الفيديوهات اللي يعني هذا بيظهر أسبوعين تقريبا يعني طبعا اللي تنشرهم الأم واللي والديه معناه أم وأبوه
وهكا انه فيديوهات طريفه عن طريقه الطبخ وطريقه الاكل. هو بالحق انه محليه وتلقائي جدا الولد، الى ان وصلنا كما شفنا معناه انه عنده متابعين كبار، وشفناه احتل كل وسائل التواصل الاجتماعي. هوني ديما يبقى فما سؤال وتروح توني، يعني هل اولاد هذوم كنا اخر كي يكبروا كيفاش تكون حياتهم معناها؟ او انه انا كمان كنت عم اتساءل، هل هالوالده سالت كوبي اذا هو حابب ينشر وجهه ويستهلك بهالطريقة على وسائل التواصل الاجتماعي؟ أيام كتير الأهل بطريقة واعية أو لا واعية بفتشوا على الشهرة من خلال أطفالهم خصوصا الموهوبين. وبتذكرنا طبعا بمواهب، ببرامج مواهب الأطفال يلي تستهلك فيها هذه المواهب، والأطفال بيكون مطرح المطارح تحت ضغط الأضواء والشهرة التي لا تشبه طفولتهم وعفوية طفولتهم ببعض الأماكن. صحيح صحيح يا توني، لأنه بالحق شفنا عدة حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي من لأطفال مشاهير من وراء طبعا حساباتهم، سواء كانوا راضيين أو مش راضيين. صحيح، سواء كانوا راضيين أو مش راضيين. صحيح. به نمشي إلى خبر آخر مشاهدينا، وفيروس كورونا طبعا. البارح الخبر هذا كان موجود على بزنس انسايدر، وحتى بعض المواقع تناولته اليوم الصباح، وهو عن شركة موديرنا أو المخبر موديرنا اللي قام بهذا التحليل اللي كانت هذا تجربة اللقاح عفوا، واللي قامت بها جينيفر هالر. نتذكر الصورة، نتذكر المشهد. صحيح. كأول تجربة موديرنا يقولوا خبراها، وأنه تقريبا النتائج الأولية إلى هذا اللقاح أعطت نتائج إيجابية وناجحة نوعا ما. حلو. على أمل أنه تتم المرحلة الثانية منه، وقد يكون في القريب متوفر. الموديرنا تقول في تقرير كامل نشرته طبعا البزنس انسايدر، ممكن أنه تدخلوا تقرأه وتشوفوه. أيضا المقال هذا البارح تم تداوله بشكل كبير، والناس كل تحطت عليه، وكأنه بصيص من الأمل في هالفترة هو الصعبة. بالإجمال اللقاح بياخد وقت. صحيح. للتأكد من فعاليته ويصير متوفر طبعا بكافة أنحاء العالم، بس بهالفترة ولأنه فيروس كورونا سريع الانتشار، مقابل هذه السرعة هناك سباق في اللقاحات، وفي سباق سياسي أيضا إلى مصالح سياسية. بس هون يمكن المصالح السياسية بتجي خير على البشرية. مقابل موديرنا في طبعا جامعة أكسفورد ببريطانيا منتظر منا لقاح بأقرب وقت ممكن، إن شاء الله خير. هذا هو التنافس الصحي. إن شاء الله هذا هو التنافس الصحي كما قلت توني، لأنه بالفعل تعبنا، يمكن تعبنا وتوحشنا عائلاتنا وأصحابنا وأحبابنا، ونحبوا نرجعوا إلى نوعا ما الحياة اللي كنا عايشينها. يمكن ما كناش شايفين فيها تفاصيل كبيرة، ولكن الحياة اللي كنا عايشينها بالحق حتى التفاصيل العادية فيها نشتاق لها بشكل كبير. هلأ عرفنا قيمتها. صحيح. بتعرف قيمة الأمر عندما تفقده. صحيح، واشتقنا أنه نعنق الناس. صحيح. نحتضن أحبابنا وأصحابنا. الكورونا مشاهدينا مع الأسف تفرض علينا أساليب جديدة في التعبير عن الاشتياق. ستائر العناق نتابع. اشتقنا يا مشاهدينا، اشتقنا إلى كل شيء في الحياة. ورغما عن الأشخاص اللي بيقولوا إنه بدنا نضحي بكبار السن كرمال البشرية جمعاء بهالفترة، منأكد إنه كبار السن أنا تأثرت. هما البركة توني، هما البركة طبعا. ربي خليهم الكل، إن شاء الله ربي يحمي الجميع من فيروس كورونا. مرة أخرى نجدد دعوتنا مشاهدينا لمشاركتنا كل تجاربكم في الحجر الصحي، وعلى أمل أن تنتهي هذه الفترة بسرعة
وإن شاء الله كما قلنا نعود إلى حياتنا كما كنا. نتفهم تأثر توني ونتفهم تأثر الجميع، لأنه بالفعل كلنا متأثرين بهالفترة هذية، وإن شاء الله يا رب بهالفترة ما تطولش أكثر من اللي عشناه. لو هالفترة أكدت أمين أنه كل شخص بهالبشرية من 7 مليارات نسمة هو مهم ويجب صحيح. الحفاظ عليه. إن شاء الله نتمنى أنه نقعدوا، واللي فقدناهم طبعا الله يرحمهم، ولكن نتمنى البقية الكل ما نفقدوا منهم حتى حد. مشاهدين الآن إلى مطبخ صباح نور مع الشيف فؤاد وولاشا. صباح النور مشاهدينا، اهلا وسهلا فيكم. اليوم مثل ما خبرتكم ببدايه الحلقه بدي احضر اطباق فلسطينيه بامتياز. رح احضر احلى طبق اليوم اللي هو كثير معروف بفلسطين، واللي هي مقلوبه الدجاج مع الباذنجان. رح احضرها بطريقه جدا بسيطه وسريعه، وبالتحديد مكوناتها مثل ما بنقول دائما موجوده بكل بيت، لحتى بالفعل ست البيت تقدر تحضر هالوصفه مثل ما نحن عم نحضرها. انا حطيت طنجره عندي على النار، حطيت فيها كميه صغيره من زيت الزيتون حتى بلش قلل المكونات ولا احصل على النكهه المطلوبه. حطيت كميه الزيت وانا معلق حراره على النار. رح اضيف البصله المفرومه ناعمه ورح اقلبها شوي على النار لحتى تبلش تستوي وتدبل وتعطيني اللون المطلوب. بالمقابل انا من شوي قطعت الدجاج، صدر الدجاج قطعتهم لمكعبات صغيرة، ومن ثم قليتهم بشوية زيت زيتون على الحل لحتى صاروا عندي بهيدا الشكل نص استوى. هون وقت بكون عم بعمل هيك الطريقة بكون أنا عم بسرع طريقة الطهو عندي، وعم بخلي الوصفة تصير عم تخلص معي بوقت أسرع. يعني كل الوصفة بمكوناتها رح تاخد تقريبا 18 دقيقة على النار لحتى تكون مستوية وجاهزة للتقديم. من بعد ما حطينا البصلة وقلشت تاخد لون عم بقلب، رح ضيف عليها ورق الغار كتير مميز. ورق الغار فيها وبيعطيها نكهة كتير لذيذة، خاصة وقت حيبلش ينطبخ مع الخواص اللي موجود عندي بالطنجرة. من بعدها ومن بعد ورق الغار رح ضيف البهارات اللي عندي، لأنه بدي خلي البهارات تتقلى ويطلع منها العطر المميز. رح بلش بالكركم، رح بلش من بعدها حط القرفة الناعمة، رح ضيف السبع بهارات، وعندي مكعب مرق الدجاج. ممكن استعمال مرق الدجاج الحاضر بالبيت، وممكن استعمال المكعبات لتعطينا كمان نكهة. إذا بحال بدنا نستعمل المكعبات مثل ما أنا عملت، بدي أحط المكعب مع البهارات وخليه يتقلى. بهيدا الوقت مشاهدينا مقادير الوصفة عم تمرق قدامكم على الشاشة، مثل ما قلت مقاديرها كتير سهلة وبسيطة. هلأ عم بقلب البهارات مع البصل ومكعبات الدجاج اللي أنا وضعتها لحتى تبلش تعطيني الطعمة المطلوبة. من بعدها رح نزل البطاطا المقطعة إلى مكعبات صغيرة. هلأ هون أنا ما بقى بدي كتير قلب، مجرد ما أنا البصلة أخذت لون هو بيكون المطلوب. رح أخذ الباذنجان المقطع إلى مكعبات صغيرة جدا، رح ضيفها بكعب بالطنجرة ورح خليها تتقلب شوي شوي. من بعد ما حطينا الآلية البصل والباذنجان والبطاطا، البطاطا رح يفرز مادة نشوية وتخلي الرز شوي عم بيلزق على بعضه لأنه صار عندي كمية من النشويات زايدة. رح أخذ مكعبات الدجاج اللي أنا قطعتها وقليتها، رح ضيفها بالطنجرة ورح أقلبهم شوي شوي لحتى أتأكد أنه الباذنجان بلش عم يدبل وعم بقل حجمهم. من بعدها رح أخذ الرز اللي عندي المغسل قبل بوقت ومنشف، رح ضيفهم بالطنجرة ورح أقلبهم مع بعضهم. هيك صارت عندي المكونات موجودة داخل الطنجرة. بدي أقلب شوي لحتى أتأكد أنه الرز انخلط مع المكونات وصار نوعا ما رطب بكمية الزيوت. من بعدها رح أخذ المي المغلية اللي عندي وأضيفها على الطبق. عم ضيف المي اللي هي بدل المرق لحتى خليها تبلش تستوي مع بعضها وتعطيني النتيجة المطلوبة. مثل ما شايفين أنا ضفت المي، بدي أتركها على نار متوسطة من بعد أكيد الغليان حوالي 18 دقيقة حتى تكون صارت جاهزة. هلأ بقدر أقلب مثل ما شايفين ورح خليها على وقتها تبلش تغلي، ومن ثم بنرجع بنشوف كيف حتصير بعد شوي. عندي هون أنا استعملت كمان طنجرة لحتى نحضر الطبق الثاني.
اللي بصيره رح تتقدم بطريقه كثير سهله. عندي الفول اليابس، ممكن يكون عندي اليابس انقعه قبل بنهار لحتى تكبر الحبه وقت بتصير مشربه وبقدر استعملها بالطبخ. واذا بحال مثل هلا نحن موسم الفول عندنا، بستعمل الفول الاخضر لانه بالفعل رح يعطيني كمان نتيجه لذيذه. رح اخذ شوي من زيت الزيتون وضيفهم على الطنجره، رح ضيف فيها البصل، ضروري خلي الطنجرة تحمي تحمي لحتى اخذ هيدي اللدعة اللي هلأ نسج، ومجرد ما نسج هيدي اللدعة البصلة اخذت لون بشكل سريع. من بعدها رح اخذ الثوم المهروس وضيفهم عليهم، رح اقلبهم. وصفة البصيرة من الوصفات المعروفة بفلسطين بمصر وبالمغرب العربي بنفس الوقت موجودة هيدي الوصفة، وهي بالفعل مثل ما قلت سهلة. عندي كعب الشمر رح ضيفهم عليها، كمان بيعطيني نكهة كتير لذيذة، ورح أقلبها معهم شوي شوي. مثل ما شايفين مشاهدينا عم بقلب بطريقة سريعة المكونات وما بدها مثل ما قلت كتير وقت. عندي البقدونس الناعم والكزبرة الخضراء، النعنع اليابس والملوخية اليابسة، طحنتهم وخلطتهم مع بعضهم لحتى صاروا عندي بهذا الشكل. أضيفهم على القلية. تحياتنا لألك. تحياتنا توني. فلسطين. أكيد بالطبع. لفلسطين العزيزة. تحية كتير كبيرة لهبة. مين هبة؟ هبة شحالة. هيدي حبيبة القلب اشتقنا لها والله. ايه أكيد اشتقنا لها. طبعا. هلا أنت منافس لرقية والدة هبة، أنا عرفت إنه رقية ست فلسطينية. صحيح. ولا أشهر. صحيح صحيح. عدة مرات. أشهر. ولكن ما فينا نقارنه مع اكل والده هبه، اكيد جذور فلسطينيه مزبوط، نحن بنتعلم منهم طبعا. عم نجرب نكون اوفياء هالمطبخ. صحيح قدر صحيح. هلا صار عندي كعب الشمر مع البصل موجود، رح اخذ البهارات لما اخلط. كثير منيح توني، انا كنت بدي اقول لك. رح اخذ رشه صغيره من الملح، رح اخذ رشه من الكمون، ورشه من الكزبره الجافه، ورح اقلبهم مع بعضهم. مثل ما شايفين رح ارجع اخذ البقدونس الناعم مفروم، كمان الكزبره الخضراء المفرومه فيها كميه من الكزبره والبقدونس والنعنع اليابس والملوخيه الجافه. الملوخيه الجافه رح تعطيني شويه تماسك لهيدا الطبق او اللي هي الحساء او الشوربه اللي عنا. انا عم جرب اكتشف هيدا تفاح؟ لا هيدا باذنجان. بيشبه انا عموش جايب التفاح للمقلوبه وللدجاج. صحيح. هلا بس شكله شوي بيشبه اشكال الاطباق الهنديه. صحيح، لانه بتعرف الكركم بيعطي هذا اللون الاصفر. صحيح. بيعطي نكهه كمان. ممكن مشاهدينا بالمقلوبه نكون الباذنجان مقطعينه وقالينه بزيت الغميق قبل بوقت ونرجع نضيفهم على الوصفه، انا حبيت احضرها بطريقه صحيه ما اكون عم بقلي الباذنجان. من بعد ما انا ضفت الفول الاخضر، الفول الاخضر وقت نفقيه لازم ينسلق تقريبا نص سلقه بالمي بعدين نضيفه على الطبخه هون. واذا كان استعملنا الفول الجاف بدنا ننقعه طبعا قبل بليله، من بعدها كمان بنمسله نص سلقه وبصير جاهز عنا للاستعمال. المطبخ الفلسطيني هو من المطبخ الشامي يعني بيشبه شوي اطباق. صحيح. لبنان وسوريا. صحيح. هلا من بعد ما حطينا المكونات رح اضيف انا المي عليها لحتى تبلش تغلي شوي مع بعضها. يعني هيدي بداية السفرة الرمضانية صح؟ صحيح. نبدأ فيها. صحيح. وممكن يكون مثل طبق مقبلات على السفرة، مش ضروري يكون شوربة، ولكن أنا حمحضرها بطريقة الحساء أو الشوربة. من بعد ما خلطناهم هلا حنلاقيهم بلشوا عم بياخذوا لون، رح آخذ بعد شوي من المي ضيف عليهم. طبعا بنذكر إنه الشيف فؤاد بحب الألوان كثير. صحيح. بمطبخه. صحيح. بتعرف تون الألوان بتفتح مثل ما قلنا الشهية، وطبعا بدايما بيكون طبقك مميز وحلو. طبعا العين هلا تعشق قبل الفم احيانا. صحيح. صحيح. منحور المثل على ذوقنا. هلا صارت عندي هون جاهزه، بدي اتركها تغلي شوي، بعدين بدي ارجع اطحنها بالمطحنه الكهربائيه، وهلا انا حاطحنها مباشره. والمقلوبه عم تغلي كمان. صحيح، المقلوبه انا هلا رح نخفف النار عنا ونغطيها. هلا بتشوفني عم بطحن. طبعا بطحنهم كلهم مع بعضهم بصير عندي مزيج اخضر مميز ونكهه كثير لذيذه، خاصه استعمال كميه البهارات اللي انا استعملتها رح تعطي نتيجه مميزه. بهالوقت ما تعبت دخلك؟ ناخذ لنا بريك؟ ناخذ بريك مع انك شغلت المكنه اكثر من شغلتي. ناخذ فاصل سريع مشاهدينا ونعود لمتابعه صباح النور، ابقوا معنا.
صباح النور مشاهدينا مرة جديدة، أهلا وسهلا فيكم. هلأ وصلنا للطبق الثالث اللي اليوم بدي حضره، اللي هو فتت العدس على الطريقة الفلسطينية وطريقتها كتير مميزة. حطيت طنجرة صغيرة على النار، رح ضيف بقلبها كمية من الزيت لحتى بلش قلي فيها المكونات. وأهم شيء أنا عندي العدس سبق وسلقته لحتى أكون عم بختصر الوقت وأحصل على نتيجة بوقت جدا سريع. جبت العدس المجروش، غسلتهم منيح، بعدين صفيتهم وحطيت عليهم مي وسلقتهم على النار. كل كباية عدس بدها كباية مي حتى أسلقهم ويطلعوا عندي بهذا الشكل. من بعدها بلش حضر الوصفة تاعيتي. كمان مشاهدينا بهذا الوقت اللي أنا عم بلش حضر الوصفة رح تمرق عندنا على الشاشة مكونات المقادير لفتة العدس. رح ضيف البصل، بصل فرنته الناعم. نحن ممكن نفرم البصل بأي طريقة نحن بدنا إياها، السبب من بعدها حنطحن نرجع كل هذه المكونات مع بعضها. عم بحط البصل عم بقليها. أهلا أهلا أمين، قلت لك جيت مش نتعلم، لازم نعرف. يلا أمين، هلأ رح ناخد العدس المسلوق، قبله رح ضيف الثوم المهروس، رح قليهم مع بعضهم. عم بقلبهم شوي شوي على نار متوسطة. من بعدها رح اخد الجزر المبروش. ليش عم بستعمل بصل ناعم جزر مبروش؟ لحتى اكون عم تسهل الوصفة وبسرعها، خلي طريقة الاستوى تبعها تكون عم تستوي بشكل سريع. رح نضيف الجزر. نحن اول حاجة حطيناه بصل، هكا بصل، رجعنا حطينا الثوم المهروس. أوكي. طبعا بدي ارجع اضيف رشة صغيرة من الملح والبهار الابيض. هذه المقلوبة شيء؟ هيدي شوربة، هيدي العدس. فتت العدس اللي هي نحن ممكن بلبنان نحضرها بشكل شوربة، ولكن نحن هون حنقدمها مع الخبز المحمص. رح اخد الطماطم المهروسة، رح استعمل عفوا الطماطم المفرومة ناعمة مش المهروسة، رح ضيفها عليهم وخليهم كمان يتقلبوا مع بعضهم لحتى يصيروا عندي بهيدا الشكل. قلبنا البصل والجزر، رح ناخد العدس المسلوق ونضيفهم عنا على الطنجرة. ما شايفين؟ مش مرحية. لا منا مرحية. هلأ بدي ارجع اضيف لها شوي من المي لحتى انا اقدر اطحنها على نطحن الكهربائية. طبعا هلأ هون عندي الحرارة بعد عالية على الطنجرة، بدي اقلبهم مع بعضهم. والفكرة هون انا عم بخلي الاستوى يكون سريع، وبنصمها من بعد ما اطحنها كمان رح اتركها شوي تغلي على النار لحتى تصير المكونات متجانسة مع بعضها بشكل دقيق. مثل ما شايفين عن جد ريحة جدا لذيذة، اكيد خاصة وقت بدمج الطماطم مع العدس المجروش بيعطي كمان عن جد ريحة كثير مميزة. رح ناخد المي ونضيف المي عليها. رح أقلبهم شوي 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 مع بعضهم لحتى يكونوا مش المية حسنين. مرة واحدة كمية لا، هلا أنا بضيف تقريبا ثلاث ارباع كمية المي، بخلي الربع لأنه ما بعد ما بدي اطحنها ممكن اعوز انه رخيها. بحال انا حطيت كل كمية المي انا عم اطحنها حتعذبني وما رح تطلع ناعمة مظبوط. هلا بدنا نزعج شوي المشاهدين ونشغل المطحنة. نزعج المشاهدين مش مشكلة. أنا هون بعد بدها شوية طحن، ولكن أنا حوقف حاكتفي بهذا الإزعاج بهذا القدر من الإزعاج. لا طبعا صارت عندي جاهزة، بتتركها تغلي شوية على النار. رح أخذ جاط غميق، عندي رغفة الخبز الصغيرة محمصة بالفرن، ضيفها بكعب الجاط وبكسرها بهذا الشكل، خليهم يكونوا قطع كبيرة مش قطع صغيرة. مثل ما شايفين هون عم باخذهم وبخلي هيدول القشة اخر شيء بده يضيفهم على الوجه للتزيين. طبعا هلا بدي اجيب كبشة للشوربة لحتى اكون عم بقدر نسكبها بشكل صحيح. رح ناخذ الجاط، طبعا انا عم بسكبها بوقت بكير شوي، بدي اتركها مثل ما قلت تغلي حوالي 10 دقائق على نار متوسطة لحتى تصير عندي المزيج متماسك مع بعضه اكثر، بس ولكن السماكة تبعيتها هيدي هي كثير منيحة. بدي احركها شوي وارجع بسكوب. حتى لونها مزيان يعني. صحيح عم ضيفها اورانج. اورانج بتعرف لانه لون العدس المجروش مع الجزر والطماطم حيوصلونا لهيدا اللون.
عم ضيفهم كلهم عليها، بدي كتر كمية عالية من العدس، ولكن من بعد ما حتى تبلش تبرد وتاخذك حرارة شوي فاترة بتصير تتماسك معنا أكتر وأكتر. عم ضيفهم مثل ما شايفين بهذا الشكل، حلو يعني طيب. شكل مميز وأمين مش قادرين ندوق. يلا الأسبوع القادم نرجع ونذوق الأطباق إن شاء الله. هلأ مع أنه كنا نحكي اليوم أنه شهر رمضان السنة ما حسيناهوش وعدى بسرعة، صحيح الناس كل تحس نفس الشيء. صحيح كلنا حسينا، وخاصة مش مثل كل سنة بهالسنة بالظروف اللي قطعنا فيها. هلأ أنا مساحة الجوات ضفت كمية العدس المطلوبة، رح أخذ الخبز اللي بقي عندي وضيفهم على الوجه بهذا الشكل لحتى يكون عندي شكل العدس مظبوط. رح نحطهم حدك أمين، هيدي فتة العدس على الطريقة الفلسطينية. إذا بتريد هون النمورة صارت جاهزة، طلعتها من الفرن، ولكن بدها ترتاح حوالي نص ساعة لحتى تصير سقوعاتها منيحة. برجع فيها نرجع دخلها على البراد، بصير السكر اللي فيها بصير مدبس وبتصير طرية ومنيحة. رح أنطر أنا المقلوبة لحتى تصير جاهزة ونرجع أكيد نسكبها. مثل ما شايفين هون عندي المقلوبة صارت نوعا ما عم تستوي، رح أتأكد من طريقة استوى الرز تبعها بعدين بنشوف كل المكونات. طبعا بدها بعد شوية استوى، رح أقلبها وأتركها على نار متوسطة. من بعدها بعد ما تنشف ميتها مظبوط بدي أتركها حوالي 3 ساعة بقلب الطنجرة على الغاز جدا خفيف، السبب حتى خلي يتشبع الرز عليها وبعدين نجيب الجات ونقدر نقلب عليها وهيك تسمى مقلوبة. صحيح، شكرا لك شيف، شكرا على هالأطباق الفلسطينية اليوم. نتمنى طبعا إلى كل مشاهدينا أن يجربوها ويتواصلوا معنا على الواتساب ويعطيونا هكا اقتراحاتهم، وحتى أنه لما لا يشاركونا إذا جربوا أكيد نفس التجارب اللي قمت بها. شكرا لك مرة أخرى. شكرا لك أمين. دعونا الآن مشاهدينا نمشي إلى الفقرة اللي تعودنا بها خلال شهر رمضان وسحر الحكاية. صباح النور سارة. صباح النور يا سارة. صباح النور نجمة الحكاية.
شكرا يا سارة. وبتعرفي أوقات كتير الخير بيرجع لنا بطريقة فورية، نحن وعم نعمل الخير ونكون عم ناخد بنفس الوقت. صح. شكرا لك سارة. شكرا توني. شكرا أمين. شكرا لك. رمضان كريم إن شاء الله. رمضان يكون كريم، رمضان شهر الخير، وإن شاء الله كل أيامنا شهر رمضان وكل ما يرجع لنا إلا الخير إن شاء الله. صحيح. هذا اللي نتمنى. ختام حلقتنا. ختام حلقتنا، نشكر أكيد مشاهدينا قبل ما نسمع الموسيقى، شكرا على متابعتنا اليوم، وأكيد موعدنا غدا في نفس الموعد. وفي حدا في عازف عنده نقطة ضعف على بليغ حمدي بده ينهيها مع غنية لبليغ حمدي وطبعا مياد الحناوي، أنا بعشقك يزن جومر، وإلى اللقاء.